محافظ حلب يلتقي ممثلة منظمة اليونيسيف في سوريا هناء سنجر ورئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين سجاد مالك. في إطار تفعيل العمل مع المنظمات الدولية وتحسين وقع العمل الإغاثي لمساعدة العائلات المتضررة، التقى الدكتور محمد مروان علبي محافظ حلب كل من ممثلة منظمة اليونيسيف في سوريا هناء سنجر ورئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين سجاد مالك. اليوم طرحنا على رئيس مكتب المفوضية بعد عودة أهلنا المهجرين إلى قراهم وخاصة في الريف الحلبي، يمكن أن يكون هناك مشاريع تقدمها المفوضية من أجل تأمين فرص عمل لهذه الأسر، إضافة لأننا طرحنا موضوع هام جدا هو تأمين مستلزمات هذه المنظمة من الخبرات والورشات الحلبية ليتم دعم أهلنا والصناعيين والحرفيين في حلب. بنؤكد على التزامنا كمنظمة اليونيسيف بدعم المياه، لأن طبعا المياه دي المشكلة الكبرى في هذا في مدينة حلب، فإحنا بنحاول الحقيقة عن طريق الصهاريج بنوصل حوالي 700 ألف فرد يوميا، وما زال اهتمامنا طبعا بدعم الآبار. لغاية الآن ساهمنا في تأهيل حوالي 60 بئر، وبنتعهد لآخر السنة لحوالي 100 بئر، إلى جانب أيضا مشاريعنا في التعليم، لأن زي ما أنتم عارفين أن في حوالي 2 مليون طفل متسرب في أنحاء سوريا. لقد تم تنفيذ الكثير من المشاريع في حلب، ولكن هناك الكثير أيضا ليتم تنفيذه على إطار مراكز الإيواء ومشاريع إعادة فرص العمل للأخوة المتضررين ودعم الأخوة العائدين إلى أماكنهم، حيث أن العائدين هم أشخاص بحاجة لدعم كبير في إطار دعمهم وتمكينهم من البقاء في الأماكن التي عادوا إليها. كثير من العمل بحاجة إلى تكامل الجهود المحلية والدولية لتخفيف الضغط على المواطنين، خاصة في حلب التي تعاني منذ أشهر قذائف الإرهاب، إضافة إلى الضغوط الإنسانية جراء الحصار الجائر على كامل الوطن السوري. محافظ حمص يلتقي بمديري الجهات العامة والمسؤولين وعدد من العاملين فيها بحضور عدد من ضباط الجيش العربي السوري لإلحاق دفعات جديدة بالألوية الطوعية وفصائل الحماية الذاتية. استكمالاً لسلسلة الاجتماعات المستمرة مع العاملين في المؤسسات الحكومية لإلحاق دفعات جديدة بالألوية الطوعية وفصائل الحماية الذاتية بحمص، التقى المحافظ طلال البرازي بمديري الجهات العامة والمسؤولين وعدد من العاملين فيها بحضور عدد من ضباط الجيش العربي السوري. ما لمسناه في الفترة الماضية هي مشاركة جيدة من العاملين في الدولة بالألوية الطوعية وفصائل الحماية الذاتية، وما نلمسه الآن إن شاء الله جهد كبير وإضافي تبذله كل الجهات المعنية في مؤسسات الدولة من أجل استكمال الألوية الطوعية وزيادة عدد المشاركين في العمل العسكري وحماية المناطق التي تم تحريرها. تم خلال اللقاء شرح شروط وميزات الانتساب إلى اللواء الطوعي وفصائل الحماية الذاتية، والهدف منها كون هذه التشكيلات هي رديف للجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب وحماية المناطق المحررة والمؤسسات الحكومية. من هنا تظهر أهمية هذه الفصائل في تعزيز انتصارات الجيش وإعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق كافة. محافظ السويداء وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي وقائد شرطة المحافظة يقومون بزيارة إلى مركز خدمة المواطن في مبنى مجلس المدينة في السويداء.
انطلاقا من أهمية إعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية في المحافظات، افتتح محافظ السويداء وأمين فرع حزب البعث وقائد شرطة المحافظة مركز خدمة المواطن في مبنى مجلس المدينة، والذي يقدم أكثر من 150 خدمة للمواطنين. مثل ما لاحظنا هذا المركز الآن حتى هاللحظة بيقدم 165 خدمة، وبالتالي هذا تخفيف أعباء على المواطن مادية والزمن، ومثل ما شايفين المواطن بكرامته وباحترام بيعمل معاملته وبفترة سريعة. هاي هي تبسيط الإجراءات، وهي ضمن خطة الحكومة الإلكترونية، ونحن إن شاء الله هذا بداية المركز. المركز لسه رح يستوعب خدمات جديدة، يعني ممكن نتطور كل يوم، نقدم خدمات جديدة، وهذا مشكورين بمجلس المدينة وفريق تبسيط الإجراءات عم يشتغل على هذا الأمر. هذا أمر مهم، ونحن رح ننتقل لمراكز أخرى إن شاء الله بالمدن الأخرى، صلخد وشهبة، حتى بالمدينة رح يكون في مراكز خدمة. هذا النموذج اللي رح ننطلع على أساسه. رغم ما تسعى الدولة إلى تحقيقه من خدمات، تبقى هناك بعض المعوقات. ماشي، بس الشبكة مش عم تيسر أمورنا والله. صار لي أكثر من ساعتين والله. يعني خدمة ملحوظة إنه تسهل وتسهل أمر المواطن. الشبكة ضعيفة شوي، يعني من الصبح عم ننطر وبعدنا ما صحلنا دور على الغير موظف. هي بصراحة عدة خدمات، في ورقة الغير موظف وورق وإخراج قيد نفوس صار إلى بوابي عنا. وعدة خدمات. المركز يعتبر خطوة جادة نحو تخفيف الأعباء المادية وتوفير الجهد والوقت على المواطنين.